سيداتي سادتي متابعي المواعيد الكبرى، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية آخر اللمسات قبل ضربة البداية. سنتابع معا أحداث مباراة الإمارات ضد العراق. معكم معلقكم الرياضي رؤوف خليف، وأنقل لكم اليوم أحداث هذه المباراة. Shout out.
بالضبط يا ناس، فلا يمكن أن تنتهي الليلة النتيجة بيضاء بكل هذا الحماس.